صباح. مين؟ معقول ما تذكرتيني يا صباح؟ معك حق تنسيني، انتي صلك شي 20 سنة ما شفتيني. خيي كلمة خيي طالعة من تمك مثل العسل. انت وصلت من البرازيل؟ جيت من شي ساعة تقريبا، وصلت دغري لعندك. فوت فوت. ليه من المطار لعندك دغري؟ ناسي انه هذا خيي يا جو، صار لي 20 سنة ما شفته. هو يعني ما عنده اخوات غيريك؟ شش وطي صوتك رح يسمعك. ناسي انه نايم هون الليلة؟ المشكلة اني مش ناسي، ومش عارف اذا رح يشرفنا الليلة بس او رح يضل مشرفنا على طول. يا عم بقول لك وطي صوتك، شو قصدك بهالحكي؟ مش هيدا خيك اللي قتل امك وهرب من البلد؟ كان صغير وما بيفهم، بعدين القصة صار لها 20 سنة وبطل مطلوب للمحاكمة. مش مطلوب للمحاكمة بس الناس بعد ما نسيت. كيف بس بكون نايب بالبرلمان ومقعد معي قاتل؟ كمان بدك تقلي نايب بالبرلمان؟ مضطر ذكرك لأنك بتنسي. طمن، قاعد هون لحتى ما يلاقي حدا يمول له مشروعه ورح يرجع يفل. مشروع شو هيدا؟ ناوي يستقر بلبنان، بده يفتح محطة بنزين هون. يا ستي أنا مستعد أعطيه المصاري اللي رح يفتح فيها المحطة. بس من بكرة الصبح يشوف له محل تاني يقعد فيه. فضيحة الليلة يا فضيحة. يلا يا أختي حضري الفستان التاني. يلا حاضر. شوفي مين بسرعة على جهات، وإذا حدا من المعجبين قولي لهم بعد العرض. أستاذ يوسف. صباح جو، ما قلت لي جاي على المسرح الليلة. عندي إليك خبر مهم، وبدي إياك تهدي أعصابك شوي. خير، شو في؟ تفضل يا أستاذ. يا أبو يا أمي يا حبيبي. اشتقت لك يا ماما، كثير اشتقت لك. لك يا حبيبي، انت صرت رجال. المهم يكون بعده مذكر خالته نجاة. طبعا طبعا يا خالتي، انا مذكركم كلكم. امي امتى جيت من امريكا وقديش رح تقعد وقديش رح تبقى معي؟ عمهلك علي يا صباح، كل هالاسئله بنفس واحد. جيت امبارح، واستاذ يوسف هو اللي اتصل فيي وقال لي تعزور ماما، واعطاني عنوان المسرح كرمال اعمل لك اياها مفاجاه. عرفت انه وصل على لبنان من ضابط صاحبي بيشتغل بالمطار، وقدرت اوصل له من بياناته الموجوده عندهم. ميرسي يا جو، هيدي اجمل مفاجاه عملت ليها بحياتي. ماما طرني بالمسرح يا حياتي، الليل رح يكون اجمل عرض وقت ما بلشت هالمسرحيه. يقبرني. حاضر يا ماما. يا حياتي. نجات فستان. صباح، مش هيدا الخبر اللي قلت لك تهدي اعصابك مشانه؟ ليش بعد في مفاجأة أجمل مفاجأة ابني؟ بس للأسف مفاجأة مش حلوة. يمكن ربنا بعت لك صباح هلأ تخفف عنك شوي. شو في يحكي؟ قبضوا على هويدا مع شباب من الشلة، وهلأ موقفينا بالمخفر.